الآن راح ننتقل إلى حل مثال بطريقة المعادلات. السؤال قد يأتي بهذه الطريقة: The state of plane stress at a point is represented by the stress element below. يعني يقول لك عندك كأنما جسم متعرض إلى حالة plane stress، يعني فقط محورين مو ثلاثة الأبعاد، وهذا الجسم اللي يعني نوصف حالته المتعرضة للإشادات بهذه الستريس إليمنت اللي هذا المربع اللي أخذنا. Determine the and draw the corresponding stress element. جد مقدار وارسم الستريسز بالحالات التالية. أولا the principal stresses في حالة الإشادات الأساسية أو الرئيسية. Maximum shear stress في حالة maximum shear stress. والحالة الثالثة هي an element oriented 30 degrees clockwise with respect to the original element. أنه في حالة أنه الإليمنت هذه تغيرت أو توجهت بزاوية مقدارة 30 درجة مع اتجاه عقرب الساعة بالنسبة للموضع الأصلي. زين، أول فقرة تسويها أنه تطلع المعطيات مع السؤال من خلال الشكل. إيش قد عندك سيجما إكس، إيش قد عندك سيجما واي، إيش قد عندك تاو إكس واي، يعني قلنا هذا اللي هو المعطى بالسؤال. حتى شنو تقدر تستخدمها بالمعادلات تطلع السيجما إكس وان، سيجما واي وان، التاو إكس وان واي وان، والسيجما وان تو، والتاو ماكس حسب المطلوب بالسؤال. فهذه عندنا السيجما إكس قيمتها 80 ميجا باسكال، ليش خليناها سالب؟ لأن كومبريشن. السيجما واي هي 50 ميجا باسكال، هذه موجب لأنه تنشن. التاو إكس واي دائما التاو هو متساوي حول الأوجه، الأوجه الأربعة نفس القيمة، حتى لو ما نكتبها بس واحدة نكتبها اللي هي مثل 25 ميجا باسكال، هي في كل اتجاهات ميجا، يعني قصدي نفس الرقم 25 ميجا باسكال أو غيره اللي هو بقية الأسئلة. يبقى الاتجاه مال التاو إكس واي شلون نحدده؟ نجي إلى المحور إكس. إذا كان اتجاه التاو باتجاه عقرب الساعة يعني هكذا، راح نختاره بالسالب. اتجاه عقرب الساعة هو راح يكون السالب، فهنا لاحظ السهم متجه للأسفل فاختارينا ناقص 25 ميجا باسكال. وإذا كان اتجاهها للأعلى يعني هنا اتجاهها بالعكس، راح نختاره موجب. نجي للمطلب الأول اللي هو حساب الـ principal stresses. هذه المعادلة مباشرة احنا حافظينها، ندخلها نعوض. مثل ما تلاحظ أنه السيجما هنا بالسالب لأنه compression، فنحسب إذن المقادير، نجمع حتى نطلع سيجما 1 ونطرح حتى نطلع السيجما 2، فتطلع عندنا هذه المقادير. السيجما 1 54.6 ميجا باسكال، والسيجما 2 هي ناقص 84.6 ميجا باسكال. شو يبقى نحدد؟ احنا نريد نرسم شكل الإليمنت، لكن حتى نرسم لازم نعرف الزاوية. قلنا شلون نطلع قيمة الزاوية اللي هي تولد لنا البرنسيبال ستريسز؟ هو عندنا التاو التان 2 ثيتا بي، هذا المقدار مالتها، فهذا قيمة التان مال ضعف الزاوية مال 2 ثيتا بي بالتان انفيرس. فش راح يطلع عندنا؟ راح تختار ذني الزاويتين. من تطلع التان انفيرس راح تطلع لك قد الزاوية، فتقول هي هذه الزاوية زائد الزاوية زائد 180. يعني ايش قد طلع لك رقم؟ تقول هذه اول زاويه والزاويه الثانيه هي نفسها زائد 180. هنا هذه 2 ثيتا بي، احنا نريد ثيتا بي يعني مو ضعف، نريد الرقم. فايش نسوي؟ نقسمها على 2 حتى نطلع قيمتها اللي هي 10.5 و100.5. ليش 100.5؟ لانه عندنا 180 زائد 21 يطلع عندنا 201، نصها 100.5. زين، هسه يا زاويه تابعه تمثل لي دوران يعني السيجما، يعني نتيجة السيجما 1، ويا زاوية تمثل لي السيجما 2. أبسط طريقة أنه تأخذ الزاوية تعوضها معادلة السيجما X1، فإذا عوضت هذه الزاوية معادلة السيجما X1 وطلعت قيمة السيجما X1 هي تساوي لي قيمة السيجما 1، إذن هي هذه الزاوية الخاصة بالسيجما 1. وإذا طلعت لا ما تساويها، إذن هي الزاوية الثانية. فهذا عندنا الشكل الأصلي للإليمنت.
بعد الدوران الدور عندنا، فصارت عندنا هذه الزوايا. إذن هي 100.5 هي الزاوية الخاصة بالسيجما 1. ليش؟ لأن يعني إحنا من الأفق دورناها بزاوية 100.5 حتى نوصل إلى قيمة السيجما 1. من الأفق درنا كل هذه الزاوية حتى نوصل إلى قيمة سيجما 1. جيد. نجي كيفية حساب الماكسيموم شير ستريس. هذه عندنا المعادلة، نعوض القيم مباشرة فيطلع عندنا التاو ماكس هو 69.6 ميجا باسكال. إيش قد النورمال ستريس المرافق لك؟ إنه هو يساوي الأفرج اللي هو مجموح على 2. هنا أتذكر بالامتحانات الطلبة يخطئون في شيء، يسوي يجمعهن يعني بدون السالب، هذا يطلع 130 على 2 65. لا، هنا لازم تخلي ناقص حتى يطلع الفرق، ناقص 80 زائد 50 ناقص 30 تقسيم 2 ناقص 15. زين، عرفنا قيمة التاو ماكس. شلون نحسب الزاوية؟ هاي معادلة الزاوية، هذا التان انفيرس مالتها، ناخذ التان انفيرس. فأيضا تختار تقول اللي الزاوية اللي تطلع لي بالبداية زائدا 180. فهنا طلعنا المعادلات انه التاو ماكس، تاو ماكس والزاوية اللي وياها اللي هي 55.5 درجة. التاو مينيمم، قلنا التاو مينيمم هي شو تساوي؟ انه نفس قيمة التاو ماكس لكن هي عكس الإشارة، نفس القيمة لكن عكس الإشارة. الفرق بين الزاويتين، بين زاوية التاو ماكس والتاو مينيمم، هو انه الزاوية الثانية زائدا 90. يعني هسه هذه اذا تجمعها ويا 90 درجة، ايش قد راح تكون المحصلة؟ 55.5. شلون نحسب ستريسز؟ المطلب الثالث اللي هو يعني عند درجة 30، ترجع المعادلات اللي ذكرناها بالسمري، تعوض زاوية 30 مباشرة تطلع لك قيمة السيجما اكس 1. بالنسبة للسيجما واي ايضا ناقص 4.1، وايضا بالنسبة للتاو اكس 1 واي 1 تطلع لك القيمة مالتها ناقص 68.6. وهذا الرسم بما انه قال لك الزاوية هي كلوك وايز، فالشكل الجديد هو راح المحاور تتحرك بمقدار 30 درجة اللي هو سالب، لان باتجاه عقرب الساعة، فراح تنزل القيم مالتنا ذني. فإذا بس نختصر هذه الحالة، تتذكر دائما أنه الزوايا إذا كانت باتجاه عقرب الساعة فراح تكون عندنا سالب، وإذا كانت عكس عقرب الساعة فهي راح تكون موجب. نكمل وياكم بالجزء اللاحق كيفية حل الأسئلة باستخدام الجرافيكال ميثودز.